بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتنا. حصة اليوم موجهة للتلاميذ السنة الثانية ابتدائي. لدينا في هذه الحصة تقويم في مادة الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي. نبدأ بالتمرين الأول. هنا يقول يرتب الأعداد التالية من الأصغر إلى الأكبر. هنا لدي من المجموعة من الأعداد، والمطلوب مني هو ترتيب هذه الأعداد. هنا ما على التلميذ إلا أن يحدد رقم عشرات هذه الأعداد. هنا نبدأ بالعدد 17، رقم عشرته الواحد نضعه في حيز، ثم 28، رقم عشرته الاثنان نضعه في حيز، 15، رقم عشرته الواحد نضعه في حيز، 22، رقم عشرته الاثنان نضعه في حيز. الآن نبدأ بالمقارنة. المطلوب مني هو ترتيب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. من بين هذه الأعداد ما هو أصغر رقم أو أصغر عدد الذي يملك رقم العشرات الأصغر؟ هنا نلاحظ لدينا 1، 2، 1، 2. من بين هذه الأعداد ما هو الرقم الأصغر؟ نلاحظ هنا لدينا 1 وهنا لدينا 1. لدينا عددين ذو رقم العشرات متساويين. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقارن رقم وحداتهما. أي رقم الوحدات الأصغر؟ الآن نذهب إلى مقارنة رقم وحداتهما. بما أننا لدينا رقم العشرات متساويين، فنذهب إلى رقم وحداتهما. 15 رقم وحدته 5، و17 رقم وحدته 7. أيهما الأصغر، 5 أم 7؟ بالطبع 5 أصغر من 17، فنقول إذن العدد 15 هو أصغر عدد. فنقول 15 إلى الخانة، ثم نشطب 15 لكي لا تختلط الأمور، ثم تليها 17، ثم تليها 17، ثم نشطب 17. الآن نذهب إلى الرقمين المتبقيين. يبقى لنا 28، 22. هنا نلاحظ لكلتا العددين لهما رقم العشرات متساويين. وعندما يكون رقم العشرات متساويين فماذا نفعل؟ فنذهب إلى مقارنة وحداتهما. رقم وحدة 22 هو 2، ورقم وحدة 28 هو 8. أي الرقم الأصغر؟ أي رقم الوحدات الأصغر؟ وهو 2. أي العدد 22 هو الأصغر على 28. نأتي ب 22 إلى الخانة، نشطب 22، ثم يبقى لي 28 أنقلها إلى الخانة الأخيرة. وهذا هو الترتيب الأعداد من الأصغر إلى أكبر عدد. أذهب إلى التمرين الثاني. أكتب بالأرقام أو بالحروف الأعداد التالية. هنا لدي 30. أي 30 كيف نكتبها بالأرقام؟ هي مكتوبة بالحروف، كيف نكتبها بالأرقام؟ 30 يعني 3 عشرات، أي 3 عشرات وصفر الوحدات. نكتب 3 ثم صفر، 3 عشرات وصفر الوحدات. هنا لدي 25 مكتوبة بالأرقام، ما على التلميذ إلا أن يحولها بالحروف. هنا 25 أي 5 وحدات. عندما نبدأ القراءة نبدأها باليمين. هنا لدي 5 وحدات و12 عشرات. 12 عشرات يعني 20. عندما نكتبها بالحروف نكتبها 20. عندما يكون لدي عدد ذو رقمين، القراءة نبدأ بنا اليمين ومن الوحدات، ونبدأ بالكتابة. هنا لدينا 5 وحدات
واثنان عشرات. اثنان عشرات عندما نكتبها بالحروف نكتبها 20، أي 25. التمرين الثالث، قارن باستعمال الرمز المناسب. لدي رمزين، الرمز الأصغر والرمز الأكبر. هنا لدي مجموعة من الأمثلة لمقارنة الأعداد، مقارنة عددين ذو رقمين. كيف نقوم بهذه المقارنة؟ عند مقارنة عددين ذو رقمين، أولا يجب على التلميذ أن يحدد رقم عشراتهما. رقم عشرات 11 هو 1، ورقم العشرة 13 هو 1. نلاحظ هنا لكلتا العددين لهما نفس رقم العشرات، فماذا نفعل؟ نذهب إلى مقارنة رقم وحدتهما. هنا نضع رقم العشرات في حيز، أي نحدد رقم العشرات ورقم العددين في حيز، ونلاحظ أن 1 تساوي 1 لكلتا رقم العشرات متساوية، فماذا نفعل؟ فنذهب إلى مقارنة رقم وحدتهما. وعندما المقارنة بالرموز دائما نبدأ من الجهة اليسرى. هنا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن 3 أكبر من 1. ماذا أفعل؟ أضيف نقطتين لـ3. وهنا من الجهة اليمنى ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن رقم الوحدات 11 أصغر من رقم الوحدات 13 من 3. ماذا أفعل؟ أضيف نقطة للواحد. هنا ماذا ألاحظ؟ بما أن رقم العشرات متساويين، فأذهب إلى مقارنة فقط رقم وحداتهما. هنا ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن الواحد أصغر من 3. أضع نقطة، أضيف نقطة للواحد، ثم أصل بين النقاط وألاحظ ماذا أتحصل، ما هو الرقم الذي أتحصل عليه. وهنا ألاحظ أن 13 أكبر من 11. أذهب إلى المثال الثاني، أحدد رقم عشرات العددين. 42 رقم عشراته 4، 22 رقم عشراته 2. هنا أقارن 2 كيف هي مقارنة مع 4 أصغر. أضع لها نقطة، أضيف لها نقطة. 4 كيف هي مقارنة مع 2 أكبر، أضيف لها نقطتين. الآن أربط بين النقاط وسأرى على ماذا أتحصل. هنا تحصلت على الرمز أصغر، وألاحظ أن 22 أصغر من 42. أذهب إلى المثال الموالي. هنا لدي أحدد رقم العشرات 12 رقم عشرته 1، 18 رقم عشرته 1. هنا ألاحظ أن لكلتا العددين رقم عشرتهما متساويين، فأذهب إلى مقارنة وحدتهما. هنا 18 8 كيف هي مع 2 وهي أكبر، أضيف لها نقطتين. 2 هي أصغر من 8، أضيف لها نقطة. أربط بين النقاط وسأرى على ماذا أتحصل. هنا أتحصل على الرمز أكبر، إذن 18 أكبر على 12. أذهب إلى المثال الأخير. هنا أحدد رقم العشرات 3 رقم عشراته 2، و3 رقم عشراته 3، 23 رقم عشراته 2. ألاحظ أن رقم العشرات مختلفين في الأرقام لكلتا العددين. هنا ماذا ألاحظ؟ 2 أصغر على 3، أضيف نقطة لـ2، بما أنها أصغر أضيف لها نقطة. و3 أكبر على 2، أضيف لها نقطتين. الآن أربط بين النقاط
وألاحظ على ماذا أتحصل. أتحصل على الرمز أصغر، وأستنتج أن 23 أصغر من 32. لا، التمرين الرابع، أرسم 3 نقط في استقامة واحدة داخل الجدول، ثم صل بينها بالمسطرة والقلم. هنا أرسم 3 نقاط على استقامة واحدة. النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة. آتي بالمسطرة والقلم وأرسم المستقيم المطلوب مني. الذي يربط 3 نقاط، وهذا هو المستقيم الذي يشمل 3 نقاط على استقامة واحدة. الوضعية الإدماجية، قطفت ياسمين 9 حبات من التفاح في الصباح و5 حبات في المساء، كم تفاحة صارت عند ياسمين؟ ياسمين قطفت 9 حبات من التفاح في الصباح و5 حبات في المساء، المطلوب مني كم تفاحة صارت عند ياسمين؟ أي هنا في الصباح كان لديها 9 حبات، وفي المساء أصبح عندها 5 حبات. ماذا وفي المساء أضيف لها 5 حبات، أي المجموع كم؟ وهو 9 زائد 5. هنا نقوم بعملية الجمع. بما أن قطفت ياسمين 9 حبات في الصباح، وهنا الحرف الواو يدل على عملية الجمع، أي الإضافة، أي أضافت في الصباح كان لديها ثم أصبح عندها بسم الله في المساء، الرحمن الرحيم. المجموع السلام كم؟ عليكم ورحمة الله وبركاته، أي مرحبا نجمع بكم في قناتنا. ما قطفت في الصباح ثم ما قطفت في المساء. في هذه الحصة بما أن هنا لدينا حرف الواو، في والواو الابتدائي. في الرياضيات التمرين تدل الأول، على أضع عملية الرمز الجمع، أي نجمع أصغر أو أكبر. ما قطفته في هنا لدينا الصباح وفي مجموعة من المساء، الأمثلة، ونقوم بعملية والمطلوب الجمع. مني هو 9 المقارنة بين العددين. زائد للمقارنة بين عددين أو مجموعة من الأعداد، خمسة أولا التلميذ يجب أن يحدد رقم الوحدات تساوي ورقم العشرات العددين. هنا في 14. المثال الأول رقم الوحدات عند المقارنة، أولا نبدأ من الجهة اليسار. أي هنا صار رقم عندها العشرات 30 هو 3، 14 ورقم الوحدات حبة، هو 0، رقم حبة العشرات تفاح. 2، هنا نكتب كم صار 25 عندها، هو نكتب 2، ورقم صارت عندها الوحدات 14 حبة تفاح. 25 هو نعم، 5. حبة. إذا كان لدي رقم العشرات متساويين فنذهب إلى رقم الوحدات. تفاح. إذا كان لدي رقم عشراتهما متساويين فنذهب إلى مقارنة رقم وحداتهما. 14 حبة تفاح. نبدأ بالمقارنة أعطت هنا في لأمها المثال الأول. 7 تفاحات، كم هنا بقي لدي عندها؟ أولا نلاحظ هنا نحدد في رقم السؤال، عشرات العددين، 30 رقم عشراته 3 السؤال كم بقي عندها؟ و25 رقم والكلمة عشراته بقي 2. تدلنا على أن هنا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ 3 أكبر من عملية 2، الطرح أضيف بقي، يعني نقطتين. نقوم هنا بعملية الطرح، وهذه الكلمة بقي لي هي من 3، العلامات الافتتاحية بما أن 3 للسؤال. أكبر من 2 أضيف لها عندما نقطتين، نلاحظ كلمة 2 بقي أي نقوم وهنا ماذا نلاحظ؟ بعملية نلاحظ أن الطرح، 2 أي كان أصغر من عندها 3، أضيف 14 نقطة حبة، لـ2. وعندما أعطت لأمها أي نقصت الآن أربط الحبات بين من النقاط، الحبات التي كانت عندها، أي العدد نقص فماذا أتحصل؟ أتحصل على علامة من العدد الرمز الذي كان أكبر. لديها، وماذا كان نستنتج؟ لديها نستنتج أن 14، 30 أكبر وعندما من أعطت 25. لأمها 7 حبات
أي نقص ملاحظة، إذا كان رقم التفاحات العشرات بسبع حبات. متساويين، هنا لدينا أي 30 ماذا وهنا نفعل؟ نفعل 35، أي رقم عملية العشرات الطرح، متساويين، فنذهب إلى نطرح سبع مقارنة حبات من وحداتية. 14، وكم يبقى لي؟ السبع والخمسة، ونلاحظ أن السبع أصغر من خمسة. كم يبقى لها؟ يبقى لها سبعة حبات. نذهب إلى المثال الثاني، نحدد رقم عشرات العددين 12 أي رقم بقي 10 في واحد، عندها سبعة هذا هو حبات في حي. تفاح، سبعة حبات 87 رقم تفاح. عشرته 8، أضعه في حيز. هنا ماذا ألاحظ؟ ألاحظ واحد أصغر من 8، أضيف له نقطة، بما أنه أصغر أضيف له نقطة. وهنا ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن 8 أكبر من واحد، أضيف له نقطتين. كم بقي عندها؟ بقي عندها سبعة حبات تفاح. ثم أربط بين وهذا هو النقاط الحل، والله لكم ونستنتج بالتوفيق العلامة. والنجاح، والسلام عليكم. بعد نستنتج تحصلنا على الرمز أصغر، ونستنتج أن 12 أصغر.